مشاهدينا، نشير إلى هذا العاجل. طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان، وهذه الصور الأولية للحادث. طبعا حتى هذه اللحظة لم يتم الاتضاح من هي الشخصية المستهدفة التي كانت بقلب هذه السيارة. ربما دقائق أو خلال هذه الساعة أو الساعات المقبلة ستتضح مزيدا من التفاصيل. طبعا هذه الضربة الإسرائيلية أو الغارة الإسرائيلية بالطائرة المسيرة هي ليست المرة الأولى التي تستهدف شخصيات قيادية تعتبر من الصف الأول كما يتم تسميتهم داخل حزب الله. هذا الاستهداف يأتي ممنهج، والبعض ربطه بعملية التصعيد وفشل المحادثات أو عدم اكتمالها حتى الآن في جانب قطاع غزة، بينما الجانب الإسرائيلي عن طريق وزير الدفاع فصل العملية العسكرية في غزة مع فصلها عن التصعيد على الحدود الشمالية الإسرائيلية الجنوبية اللبنانية.